السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ بيه الطوق الجميلة دي، او طوق الشعر، طوق الارنوب. شكله جميل جدا والطريقة بتاعته سهلة جدا، مناسب للاطفال وللكبار. تابعي معايا الفيديو. لو اول مرة تشوفيني انزل اعمل اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدأ على بركة الله. كل اللي هنحتاجه في التوكة بتاعتنا طوق معدن بالشكل ده. ممكن اي طوق قديم عندك هتعملي له اعادة تدوير. وهنحتاج كمان اي نوع خيط متوفر عندك، لو بواقي الخيوط اللي عندك هتشتغلي بيها الطوق ده. انا هشتغل بخيط اليزا ديفا. يستحسن طبعا يكون الخيط قطن مش صوف علشان خاطر ما يوبرش ويعيش معانا اطول فترة ممكنة. تمام، اول حاجة هعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهبدأ هشتغل غرزة 2 3 4 5 6، 6 سلسلة، وكمان هرتفع ب2 سلسلة، وهلف الخيط على الابرة وهروح لاول غرزة من الستة اللي هي تالت غرزة معايا، وهشتغل فيها غرزة نص عمود. معايا 3 حلقات على الإبرة، هطلع من الثلاثة مرة واحدة. هلف الخيط على الإبرة وهروح للغرزة اللي بعدها، وهشتغل غرزة نص عمود، هطلع من الـ3 حلقات، وهكمل شغلي في كل غرزة هشتغل فيها، هدخل فيها وهشتغل غرزة نص عمود كده. 4 5، ودي الغرزة رقم 6. تمام، بعدها هعمل ايه؟ هرتفع 2 سلسلة، وهلف الشغل الناحية التانية، هلف الخيط على الابرة وهدخل في اول غرزة في السطر، هدخل فيها كده اهو تحت الحلقتين، وهكمل شغلي بغرزة النص عمود، وهبدأ هدخل في كل غرزة من الـ6 غرز وهشتغل فيها بغرزة النص عمود. طبعا نقدر نشتغل بغرزة الحشو او نص عمود، الغرزة اللي تريحك. لو خيط ديفا هنشتغل بغرزة النص عمود او غرزة الحشو، مناسب جدا اهو في اخر غرزة في السطر ما ننساهاش. بعدها برتفع 2 سلسلة وبلف الشغل الناحية التانية، وبدخل في اول غرزة في السطر، وبكمل شغلي كله بغرزة النص عمود. هفضل هشتغل بالطريقة دي رايح جاي لغاية ما بوصل لارتفاع القطعة بتاعتي. هقول لكم الحجم اللي هتوصلي ليه. اخر غرزة في السطر ما ننساهاش. تمام، هفضل هشتغل بغرزة النص عمود رايح جاي، وهرتفع بالقطعة بتاعتي لغاية الطول اللي هقول لكم عليه. وهنا اهو يا بنات اشتغلت رايح جاي لغاية ما وصلت للطول ده. الطول ده هتحدديه ازاي؟ هتقيسي على الطوق او التوكة بتاعتك اللي هتشتغلي عليها، هيكون معاكي المقاس مظبوط بالشكل ده. يعني انا مش هحددلك طول معين، لا، هتشتغلي طول القطعة بتاعتك حسب طول مقاس التوكة اللي هتشتغلي عليها. تمام، وانا هنا في نهاية السطر سحبت الخيط معايا مسافة من الخيط بالشكل ده، اني هبدأ اخيط بيها. انا هوصل كده اهو في ابرة تشطيب اللي هي المعدن. تمام، وهبدأ اجيب القطعة بتاعتي كده اهو، وفي البداية بتاعتها هقفل الغرز من تحت بخياطة كده اهو، او هاخد كل غرزتين قصاد بعض بالشكل ده اهو، هرجع عليها تاني تمام اهو، وهبدا اجيب التوكه بتاعتي هدخلها كده، وهثبت عليها القطعه اللي انا اشتغلتها، هثبتها بالخياطه العادي. هاخد كده اهو كل غرزتين قصاد بعض بالشكل ده اهو،
كل غرزتين قصاد بعض هاخدهم وهشتغل هخيط اللي هي سراجة عادية كده اهو، وهكمل القطعة بتاعتي كلها كده اهو، هقفل القطعة بتاعتي كلها على الطوق لغاية ما بوصل للنهاية. وهنا زي ما احنا شايفين انا اشتغلت اهو التوكة كلها، اخر جزء في التوكة هقفله زي البداية، زي ما قفلت البداية هخيط الجزء اللي من تحت ده كده اهو اهو بنفس الطريقة كده، وهمشي عليه مرتين بالخيط كده بس كده، وببدأ انهي الخياطة بتاعتي. هقص الخيط خلاص اهو، الخيط ده طبعا هنضفه، ده كده بيكون شكل الطوق معايا. دي اول خطوة. الخطوة التانية هنبدأ نعمل اللي ودن بتاعت الارنب اللي هي بالشكل ده. انا اشتغلت واحدة، هشتغل التانية معاكم. هشتغل القطعة دي ازاي؟ هعمل ايه؟ هعمل اول حاجة عقدة بداية بالطريقة طبعا اللي ترتاحي ليها، وهبدأ ارتفع 5 سلسلة 4 5، وهقفل بمنزلقة في اول حلقة كده. كونت دايرة او حلقة، هبدأ ارتفع 1 سلسلة وهشتغل داخل الدايرة دي 6 غرز حشو. هدخل كده في الحلقة وهشتغل اول غرزة، 1 2 3 4 5 6، وبالخيط بتاع البداية ده هقفل الدايرة بتاعتي كده اهو، قفلت الحلقة، وهبدأ في اول غرزة من الستة هقفل عليهم بمنزلقة بالشكل ده تمام. بعدها برتفع 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة، وفي نفس المكان بدخل في نفس الغرزة وهشتغل بغرزة النص عمود، معايا 3 حلقات على الإبرة، هطلع من التلاتة مرة واحدة. هدخل كمان في نفس الغرزة كده، اشتغلت تزايد في أول غرزة، وهبدأ هدخل في كل غرزة من الستة اللي معايا داخل الحلقة وهشتغل فيهم تزايد، اللي هو ايه، غرزتين في نفس المكان بغرزة النص عمود. هدخل كده اهو وهشتغل مرة، وكمان هرجع في نفس الغرزة وهشتغل كمان مرة، يعني 6 غرز هيبقوا معايا 12 غرزة. بعد ما اشتغلت في كل غرزة تزايد بغرزة النص عمود في نهاية السطر هيتكون معايا 12 غرزة. هدخل في، انا ارتفعت هنا اهو ب2 سلسلة، في تاني سلسلة بدخل فيها كده اهو بقفل بمنزلقة، بعدها برتفع 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة، والسطر ده هشتغله ايه، هشتغل ثبات، اللي هو هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، يعني ال12 غرزة هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة فردية بالشكل ده بغرزة النص عمود. هدخل فوق كل غرزة وهشتغل غرزة واحدة بس. بعد ما وصلت لنهاية السطر بقفل بمنزلقة فين، في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي انا برتفعه تمام. بعدها برتفع 2 سلسلة. السطر ده هعمل ايه؟ هشتغل غرزة فردي، يعني هدخل في اول غرزة كده وهشتغل غرزة واحدة بس، هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة اللي جنبها وهشتغل تزايد. السطر ده هيكون معايا غرزة فردي وغرزة تزايد اهو، غرزة فردي والغرزة اللي جنبها هشتغلها تزايد، اللي هو غرزتين في نفس المكان، وهكمل السطر للنهاية بالشكل ده، غرزة فردي وغرزة تزايد تمام. يا بنات كده خلصت السطر، بقفل بمنزلقة زي ما متعودين في تاني سلسلة. شايفين الشغل بدأ يقوس معايا، انا بعدل الشغل كده اهو، انا كنت شغالة كده هعدل الشغل كده على العدلة بتاعتي تمام. بعدها هنا السطر ده هرتفع 2 سلسلة والسطر ده هيكون ثبات، ثبات اللي هو ايه، ثبات اللي هو بشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، يعني من غير اي تزايد او تناقص، هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بغرزة النص عمود.
بعد ما خلصت السطر بقفل فين اهو في تاني سلسلة. لو حابين نعلم اول غرزة بنشتغلها هتعلمها، بس احنا باينة الغرزة بارتفاع الاتنين سلسلة بتكون واضحة معايا جدا بداية السطر. تمام، السطر ده هشتغل ايه؟ اول حاجة برتفع اتنين سلسلة، وهشتغل غرزة فردي والتانية فردي، والغرزة التالتة بشتغلها تزايد. يعني السطر ده التزايد بتاعنا بيكون ايه؟ فردي فردي تزايد، يعني غرزة فردي واللي بعدها فردي، والغرزة التالتة بشتغل فيها التزايد اللي هو ايه؟ غرزتين في نفس المكان. بكمل شغلي لنهاية السطر بنفس الطريقة دي، اهو فردي فردي تزايد، ودي نهاية السطر. وبقفل بمنزلقة بالشكل ده وببدأ ارتفع اتنين سلسلة، وكده خلاص انا مش هشتغل اي تزايد تاني، هبدأ اشتغل اسطر بتاعتي ثبات اللي هي بشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، لغاية ما بوصل لي هقول لكم وصلت لكام سطر، واخر سطرين بس هعمل فيهم تناقص هقول لكم هنشتغله ازاي. يعني احنا كده هو خلاص وصلنا لده اخر تزايد معايا، وهبدأ اشتغل اسطر من الثبات، وهنشوف مع بعض هنشتغل كام سطر ثبات. يعني انا هنا اهو 1 2 3 4 5، السطر الخامس كان تزايد اهو 1 2 3 4 5 كده 5 كده، هنا وقفنا التزايد. ببدأ اشتغل اسطر ثبات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسطر هشتغلهم ثبات اللي هي هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، واخر سطرين السطر العاشر وال11 هنشتغلهم مع بعض التناقص هقول لكم هنشتغلهم ازاي. وهنا بنات بعد ما بخلص اسطر اللي الثبات بتاعتي اللي هي 9 اسطر، ببدا اشتغل اسطر سطرين تناقص. فانا بعمل ايه؟ بشتغل 3 غرز جنب بعض غرزة النص عمود، وفي الغرزة الرابعة والخامسة بشتغل فيهم تناقص، بلف الخيط على الابرة بدخل في الغرزة بسحب الخيط ما هطلع من حلقة واحدة مش هكمل الغرزة، وهدخل هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة اللي جنبها هطلع من الحلقات كلها اللي على الابرة اهو. تمام، بعدها هكمل بالشكل ده 3 غرز جنب بعض بغرزة النص عمود، وفي الغرزة الرابعة والخمسة بعمل فيهم التناقص كده اهو 3، وادي هنا اهو هشتغل التناقص هطلع من حلقة هلف الخيط على الابرة هطلع من حلقات كلها اللي على الابرة معي. تمام، وهكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. تمام، بعد ما بنهي السطر ببدأ السطر اللي بعده هشتغل بنفس الطريقة، بس هنا هعمل التزايد في الغرزة التالتة، يعني هشتغل غرزة 2 وفي الغرزة التالتة هعمل فيها التناقص هطلع من حلقتين وهلف الخيط على الابرة وهطلع من الاربع حلقات مرة واحدة. تاني 1 2 الغرزة التالتة هطلع من حلقتين مش هكملها، بعدها هدخل في الغرزة اللي بعدها وهطلع من حلقات مرة واحدة، وبكمل السطر بالطريقة دي، وده بيكون اخر سطر معايا. وهنا بعد ما بخلص السطر اخر غرزة اهي معايا في السطر هبدأ هسحب الخيط هخلي مسافة من الخيط معايا وهقص اهو، ده بيكون الشكل معايا اهو قد بعض. هنا هبدأ هعمل ايه؟ هجيب الابرة المعدن بتاعتي وهلضم فيها نهاية الخيط طرف الخيط. تمام، وهبدأ هنا في النهاية كده اهو هطبق الجزء ده كده هيديني الشكل اهو شكل ودن الارنب، وهبدأ هخيط الجزء ده هاخد كده ايه كل غرزتين قصاد بعض بالشكل ده اهو، ممكن ارجع كده اهو واديها كمان كده تانية وهخيط برضو هثبتها فين الشكل معايا. وهنا هبدأ اثبتها على الطوق بتاعي هحدد المكان كده اهو اللي هثبت فيه
تمام يا بنات، فانا هبدأ هثبتها هنا بقى في الطوق بالخياطة، هثبت الهدايا بتاعتها هنا، هثبتها الاول من قدام. طبعا احنا شغالين بنفس الخيط، هدخل كده بالابرة، هرجع كده بيها، وهنا هبدأ برضو اثبت بنفس الطريقة اهو، كل شغلنا بالخياطة مفيش اي لازمة. هبدأ بس اظبط الخيط اهو، وهنا بعد ما ثبت اللي الودنين بالشكل ده اهو بالخياطة، هنا هبدأ هجيب اللي الوردات بتاعتي، اي طريقة للتزيين اي وردات. الوردات دي انا اشتغلتها معكم قبل كده في القناة، هتلقوها في الايفو، وكمان هتلاقوها في صندوق الوصف، وهسيب لكم طرق لورد تاني للتزيين، اي طريقة للورد لورد التزيين. هتبدأي تثبتي التلات وردات بالشكل ده، ممكن نثبتهم بالخياطة وممكن نثبتهم بالشمع، الانسب ليكي ثبتيهم بيه. فانا هثبتهم وهرجع معاكم. وهنا يا بنات انا هو ثبتهم بالشمع زي ما قلنا، لو حابه تخيطيهم او بالشمع الطريقه اللي انسب ليكي هتثبتيهم. اخر خطوه هعملها هنا علشان خاطر الطوق معدن، فممكن يطلع معايا كده اهو من الشغل، فانا هثبت عليه هنا ده قماش اليوخ، فهنا هجيب اللي الجزئيه بس اللي من تحت دي بالشمع كده اهو، هثبت عليها كده اهو. هنا هتثبت لي اللي الطوق، وهبدا اقص اللي الزياده اهو كده، ثبت الطرف كده، ثبت الطوق بتاعي، امنت عليه، وده بيكون الشكل النهائي للتوكة او الطوق. شكله جميل جدا، مناسب للاطفال ومناسب كمان للكبار، مش شرط اطفال بس، طبعا تقدري تنفذيه بالوان كتير، الوان مختلفة كتير. شكله جميل جدا والطريقة بتاعته سهلة. بس يا بنات ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو ريت تعمليه لايك واشتراك القناة لو ما كنتيش مشتركة معي في القناة، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.